مدير فني السيدات لكرة السلة اللي عنده إن شاء الله أول مباراة من الفاينل بكرة. اتفضل محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك مرة تانية. يعني متواصلين معاك في تخطيطنا الخاصة والحصرية هنا من صالة هيئة القناة السويسرية للإسماعيلية، وزي ما بنقول دايما النادي الأهلي طبعا قدره المنافسة على كل البطولات. لكن سيدات الأهلي بكرة إن شاء الله عندهم مباراة نهائي المرتبط أيضا أمام سبورتنج يوم الاثنين، مباراة الذهاب والعودة يوم الاثنين. ومعانا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق يكلمنا أكتر عن استعدادهم للمباراة. كابتن علي برحب حضرتك في البداية، يعني ألف مبروك الصعود للمباراة النهائية. اعتقد مباراه صعبه امام سبورتنج، يعني شايف المباراه ازاي؟ وكنت حريص ان انا اكون موجود في الملعب يعني تاخدوا اجواء البطوله زي ما بنقول. برحب بحضرتك طبعا، وبمسي على كابتن هيثم وضيوفه اللي موجودين، اعتقد كابتن سلعوي بس مش عارف مين التاني. يعني مباراه بكره طبعا فاينل مرتبط اهلي سبورتنج، يعني اقوى فريقين في مصر، موضوع خارج الحسابات تماما، ما تقدرش تتكهن باي نتيجه. الصغيرين كمان هيبقى ليهم تاثير من الفريقين صغيرين، المرحله السنيه دي بيبقى المستوى قريب من بعض، فربنا سهل باذن الله يبقى الدوري من نصيبنا، يعني مرتبط باذن الله تبقى بطوله في اول الموسم تدينا دفع لباقي البطولات باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله كابتن. يعني شايف المباراه نقل المباراتين الاسماعيليه في ارض محايده هنا دوت هيبقى في صالحنا ولا هياثر شويه على استعداد المباراه؟ هو دايما طبعا الفاينل بيبقى في ارض محايده، احنا متعودين على كده، يعني على طول يعني اتحاد الباسكت بيبقى لازم الفاينل بيبقى في ارض محايده، سواء هنا اسماعيليه طنطا اكتوبر. فاحنا الحمد لله بقى لنا يومين هنا اتمرنا على الملعب، وباذن الله يعني ربنا سهل بقى يعني دعوات جماهير النادي الاهلي وتوفيق ربنا، وربنا كريم يعني ان شاء الله. يعني استمرار النتائج الرائعه خلال مشوار البطوله ان شاء الله، انا شايف يعني النادي الاهلي ان شاء الله يكون اقرب للمكسب. اعتقد البطوله السنه دي يعني الاهلي صاحب البطوله عن استحقاق، خاصه طول المشوار كان الاداء اكثر من رائع. ما انا زي ما قلت لحضرتك، هو الفاينل زي اقوى فرقتين، يعني اقوى، يعني احنا عندنا نواقص هم عندهم نواقص، يعني الكفتين قريبين جدا من بعض، والسنه دي هيبقى الكومبيتيشن عالي جدا، ان كل الفرق يعني سبورتنج دعم واحنا دعمنا، اليوبلس دعم، سموحه دعم. يعني السنه دي الدوري مختلف عن السنين اللي فاتت، لان يعني كمان مستوى الاجانب الموجودين السنه دي في البنات عالي جدا، فدي مديه للدوري مقويه الدوري جدا والبطولات. شوف كابتن، يعني توقعاتك للمباراه النهائيه وكمان توقعاتك لمباراه الرجال. بص، مباراه الرجال طبعا انا ببارك يعني خلاص هو يعتبر تحصيل حاصل خلاص بالنتائج المرتبط، ان شاء الله احنا في الفاينل مع الاتحاد باذن الله يوم الاحد باذن الله. باذن الله طبعا هم الولاد عندهم الاصابات والكورونا وكده، بس ان شاء الله يعني فريق النادي الاهلي مش يعني مش هتتاثر باي حد، والموجودين مش ان شاء الله يبقوا على قد المسؤوليه. ببارك لهم وببارك للجهاز طبعا. بالنسبه لماتشنا بكره، يعني بوعد الناس ان احنا الفرقه في كامل تركيزها، زي ما قلت لك احنا جينا من قبلها بيومين، بطوله مهمه في اول المشوار، باذن الله خير ان شاء الله باذن الله. شكرا، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وفوز بالبطوله. شكرا، ميرسي جدا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات الاهلي لكره السله، مستمرين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات ان شاء الله في تخطيطنا الخاصه والحصريه لتشكيلات النادي الاهلي من هنا من الاسماعيليه. زميلنا الزميل محمد توفيق من ارض الملعب من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، شكرا جزيلا، وده كان لقاء